هبه رمضان، مدرس طب الطوارئ ومدير الفني لقسم الطوارئ في جامعه اسكندريه، وزميل لكليه بيلور الولايات المتحده الامريكيه. هو مشكلتنا في الطوارئ ان البيشنت اي كومبلين يبتدي ينزل يروح للطوارئ على طول. هو الطوارئ مشكله ان احنا مش عايزين البيشنت يجوا في أو يعني مش هو في لخبطه شويه ساعات ان انا افضل مستنيه بقى لغايه الصبح ولغايه بكره لغايه ما يجي معادي مع الدكتور بتاعي، وده ممكن يكون اخرني ان انا اخد علاج، خصوصا لو بنتكلم في حاجه لها علاقه بالقلب. الناس ممكن تكون دي ذبحه لا قدر الله، جلطه في القلب، وهم شايفين ان ده لا بكره هروح للدكتور اللي انا محتاجه. يعني ده بيبقى غلط، لانه بيبقى في حاجه اسمها جولدن اور، يعني هي لازم يجي بسرعه جدا. فالمفروض ان اي مريض قلب بيبقى عارف ايه ان الوجع ده اخد وقت اطول من اللازم، الطبيعه بتاعه الوجع دي مختلفه عن اللي هو متعود عليها، كان بياخد علاجه بيرتاح ما ارتاحش، لا طالما وصلت كده لازم تنزل من بيتك لاقرب مستشفى، علشان محتاج ان انت تتقيم من دكتور متخصص يشوف الوجع ده اخباره ايه. كذلك نفس الشيء بالنسبه للناس اللي بيبقى عندها نهجان في القلب. في بعض المرضى بيبقى عندهم نهجان هم عايشين بيه، يعني لما يعمل مجهود زياده المفروض متعودين عليه، فالمفروض ان اي تغيير عن البيز لاين اللي هو متعود عليه دوت او يبتدي يشوف، او ان انا اول مره يجي لي كده، انا ولا كان بيجي لي وجع ولا كان بيجي لي حاجه، فدي مش الحاجات اللي انا اقعد بقى مستنيه الدكتور بتاعي اللي هو ممكن تكون عيادته متاخره شويه، فده لازم يلجا للطوارئ على طول. والعكس صحيح، لما يكون ده الوجع اللي انا عارفه او ان ده العادي بتاعي، بس مش لازم بقى ان انا اجي للطوارئ، لان الطوارئ دايما بتبقى زحمه ومبقاش في وقت، وهي دايما للحالات الطارئه، فالحالات اللي بتبقى غير طارئه مش هو ده مكانها. العيب بيقعد مستني كتير جدا، بيزعل مننا ان هو قاعد مستني وفي الاخر بيروح بنقول له لا انت مش في المكان الصح. ده شويه في مصر لان الناس لسه مش عارفه طب الطوارئ قوي ايه، فهم بيبقوا شايفين ان هو مكان مفتوح 24 ساعه، فالساعه 3 الفجر ممكن اجي برده. اول مره يبقى في سيشن توكس ان احنا نيجي نتكلم عن رول بتاع الامرجنسي ميديسن، هو البرانش جديد في مصر يعني، فيمكن يعني انا مثلا ومعايا كمان اتنين احنا اكبر ناس في امرجنسي ميديسن في اسكندريه، فهو جديد، بس طبعا دعوه كريمه جدا خصوصا من استاذنا دكتور صلاح الطحان رئيس قسم القلب، فدي دعوه كريمه ان هو يدعونا ان احنا نكون جزء من ايفنت كبير زي دوت في الكارديولوجي. سعدنا جدا بوجود حضرتك يا دكتور.